أتذكر يا ابن مسعود حين جاءنا مسيلمة الكذاب مع وفد من بني حنيفة، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل الوفد ولم يدخل إليه مسيلمة؟ أجل أجل، وقد أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية وقال إنه ليس بشركم مكانا، بل إن الشر كله في ذلك الدعي الأفاق نهار الرجال الذي شهد له في النبوة وقال كاذبا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشركه معه في الرسالة، وبعد ذلك أعلن نبوته بكل جرأة ووقاحة ويرسل رسولا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له قد أشركت معك بالنبوة، وما أبلغ رد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ولكن قل لي كيف يقنع الناس؟ بالأسجاع والترهات الكاذبة والوعود والأماني، ويقولون في أذانهم أشهد أن محمد رسول الله وأن مسيلمة نبي الله. اللهم إنا نبرأ إليك مما جاء به مسيلمة الكذاب. اللهم آمين. السلام عليك يا كاهنة تميم. من ذا الذي يكلمني؟ أنا نهار الرجال بن عنقوة صاحب نبي الله مسيلمة بن حبيب. أهو نبي؟ بلى هو نبي. وماذا يقول؟ يقول بنو تميم قوم طهر اللقاح، لا مكروه عليهم ولا أتاوة، نجاورهم ما حيينا بإحسان ونمنعهم عن كل إنسان، فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن. هذا قول حسن لرحمنكم مسيلمة. ماذا تبغين من اليمامة يا كاهنة العرب؟ الغزو والطعام ثم غنيمة الأنعام وسبي النسوان والصبيان. مهلا مهلا يا كاهنة العرب، ما لهذا أتينا؟ نبي الله يريد أن يلقاك ليحقن الدماء، لكننا لا نعرف كيف يكون اللقاء. حسنا، قبلت بلقائه. سننصب لك خيمة تليق بمقامك، تكون مكان اللقاء بينك وبين نبي الله مسيلمة. قبلت. بورك فيك يا كاهنة العرب. يا بني ربوع، سرحوا ابن الصدقة في المراعي، وأنتم أيها المقاتلون لا ضرورة لذهابكم إلى البطاح. أما يكفي الرجال التنبؤ حتى تتنبأ النساء مثل سجاح وأم زمل؟ أتذكرنا أم زمل عندما جاءت إلى المدينة؟ بلى، إننا نذكرها، تلك التي كانت عند السيدة عائشة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ثم أعتقها. ما أن هزمت فزارة وغطفان وأحلافهما حتى انحاز من فل منهم إليها وساروا خلفها، فهاجمها لواء خالد بن الوليد ودارت رحى معركة قاسية
هي على جملها تشجع المقاتلين وهم حولها يدافعون عنها، ثم قتلت بعد أن قتل حولها 100 مقاتل من بني فزارة. قاتلها الله من امرأة، ومع ذلك لابد أن نعترف أنها شجاعة مثل أمها. ليت السيدة عائشة لم تعتقها، لقد قتل بسببها الكثير من المسلمين. لو لم تكن هي لكان غيرها. اللهم ارحم شهداء المسلمين وأسكنهم فسيح جنانك يا أرحم الراحمين. ماذا فعلتم بسجاعة؟ أقمنا لها خيمة ضربناها على قمة كما أمرت يا نبي الله. دفئوا الخيمة وجمروها، فإن الدفء يفتك الشهوات. أمرك يا نبي الله. ما الذي يحدث لي؟ إن الدفء يسري في بدني وفي النهاية أنت لست إلا امرأة كسواك من النساء يا سجاح. وعليك السلام يا مسيلمة. ما الذي أتى بك يا سجاع؟ جاءني هاتف قال لي: قولي لبني تميمة وتغلب، عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة، ولتكن غزوة هدامة. بماذا أوحي إليك؟ هل تكون النساء من يبتدئ؟ أنت قل لي ما الذي أوحي إليك. لقد أوحي إلي من السماء، ألم ترى إلى ربك كيف فعل بالحبلى؟ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحجاب.
ثم ماذا؟ وأوحي إلي إن الله خلق النساء أفراجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولج فيهن فعسا إيلاجا ثم نخرجها متى نشاء إخراجا فينجبن لنا سخالا إنتاجا. أشهد أنك نبي. هل لك أن تتزوجيني يا سجاع فآكل العرب بقومي وقومك؟ قد زوجتك نفسي. ألا قومي إلى الفرش فقد هيئ لك المضجع إن شئت في البيت وإن شئت في المخدع. بل في المخدع. أطال نبي الله مكوثهما تلك الكاهنة، فما تراه يفعل؟ زان وزانية، ماذا يفعلان إذا اختليا وحدهما؟ ويحك يا مجاعة، ألا تخشى غضب الله؟ إذا كان سيغضب من أجل مسيلمة فليغضب كما يشاء. أنا يا سجاح، هل تعودين؟ وماذا أقول لقومي؟ جئت فتزوجت رحمن اليمامة فعودوا؟ لنا نصف الأرض ولقريش نصفها لو عدلت. سنرد لسجاح نصف قريش لو قبلت. إذا خذ النصف إلى خيل تراها كالهرف. أتؤجلينني عاما؟ لو أجلتك لما أجلتك تميم وتغلب. نأخذ النصف الآن والنصف العام القادم. وتعتقين أهل اليمامة من رماحك وسيوفك؟ أفعل. وتضمنين ذلك في قومك؟ أضمن ذلك وأكثر. قبلت. بورك فيك يا نبي الله. بوركت يا زوجة نبي الله. سبحان من خلق التفاح وزوج مسيلمة من سجاع. متنبئ وكاهنا. لا أظن أن وحي مسيلمة سيتغلب على ترهات وشطحات سجاع. يا مجاعة، نبي ونبيتي يلتقيان وعلى بركة الله يجتمعان. وسينجح نبينا في إقناعها فهما من مصدر واحد يلتقيان. والله والله هلكت حنيفة. يا رحمن اليمامة، تزوجتني وصداقي؟ أيليق يا نبي الله
أن أعود إلى قومي بدون صداق؟ كلمت ربي فكان صداقك أن ترفع عن تميمة وتغلب صلاة الفجر وصلاة العشاء. بورك فيك يا نبي الله. بوركت يا امرأة من السماء. خذ يا زيد، خذ يا بني، خذ. ارفق بنفسك يا ابن عوف، والله الذي تقدمه من أموالك لكثير. يا زيد، ما نقص مال من صدقة. أعلم أنك تزدي إلي نصحا، ولكن والله ما قدمت شيئا للمسلمين إلا وزادني الله من فضله. زادك الله يا ابن عوف، ولكن لا تخجل يا بني، لا تخجل، فإنما أقدم للعلم، وقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بارك الله فيك يا ابن عوف، بارك الله فيك. لا تتحرج يا بني، إذا احتجت إلى أي شيء من المال فاطلبه مني، فمالي من الله وإلى الله. لا إله إلا الله. يا وجهاء بني حنيفة، تعلمون أن أهل اليمامة مباركون من السماء، وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليرضى أن تستباح زروعهم وبروهم. وقد جئت أبشركم أنه أتاني وحي من السماء فيه نجاتكم. لقد أتاني وحي أن أتزوج سجاح الكاهنة، تلوت عليها ما تنزل علي من الآيات فشهدت أني نبي الله. قلت لها إن رب السماء يأمرك بالزواج مني، فقبلت، وهكذا رفع رب العرش عنكم معرة تميم وتغلب. يا أهل اليمامة، ما إن استمسكتم بهدي نبيكم فلن تضلوا أبدا. قدوا لقد منعت الزكاة يا مالك، ما بك؟ ما عهدتك هكذا؟ والله إنك لا تستمع لأقوال الأقرع ابن حابس وابن معبد الدارمي، لدينا ارتدا عن إسلامهما ووسوس الشيطان لهما. ما بك يا ليلى؟ أرؤيا رأيتها خلال نومك تفعل بك كل هذا؟ لا، بل أخاف من ارتدادك عن الإسلام. ما ارتددت إلى كفر، وإنما أبطأت بالصدقات عندما رأيت العرب أمسكتها. فأتتك السجاح فقلت على وعسى. أتتهمينني يا ليلى؟
يريد أن يضرب أهل الردة، وقد ضربناهم وعاقبناهم. والله إن سيفي ليحتز في غمده رغبة مني بتأديب أولئك الذين عذبوا إخوتنا وارتدوا عن دين الله. إنها الحرب، وللحرب حدها وقوانينها، والحرب ليست كالسلم. نعم يا خالد، الحرب ليست كالسلم. الحرب قتل وقتال وألم وجراح وسب، لو هزمونا لفعلوا بنا ما لا يفعل. فإن عادوا كففنا عنهم وعاملناهم كإخوة لنا. إنه الإسلام يا خالد، إنه الإسلام. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أبناء الفرس الأحرار، بعد مقتل جدي أبراويز حل البلاء في بلاد فارس، ونزلت النازلة ببلاط ساسان. عشرة ملوك وملكات تسلموا العرش في سنين أربع، منهم من كان المستحق ومنهم من كان المغتصب. وكان الملك لا ينتزع عن عرشه إلا بالموت. يا أبناء شعبي العزيز، أنا خادم أهورا، سأعمل بوصاياه الواردة في الأوستا، وسأعتني بالبساتين والماشية، وأحرص على العناصر الطاهرة: الماء، التراب، النار. مقدسا للنار رمزك في الأرض، محرما تدنيس الماء، محرماً دفن الموت في أرضك الطاهرة.
نقرأ في الكتاب المقدس، كتاب زرتشت، خلاصة ما أنزله النور العظيم الذي لا ينطفئ، ونتلو من كتاب الأوستا: إن للعالم إلهين، إله الخير أهورا وإله الشر أهرمن، إنهما يتنازعان بدون توقف، الخير هو النور، الشر هو الظلمة. أهورا 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 هو الخالق للأرض ومن عليها من الخير، أهرمن خالق الشرور. يا إله الخير أهورا، احفظ ملك الملوك، سليل ملوك ساسان وسدنة بيت النار المقدسة في استقر. أيها النور الإلهي، سدد خطاه. الخير هو النور والشر هو الظلمة. يا أهل فارس الأحرار، نقف هنا اليوم في لحظة مصيرية من تاريخ أمتنا التي تواجه مصاعب جمة، إذ إننا نبايع ملكنا يزدجرد بن شهريار، سليل آل ساسان العظام، لأنه يحمل الصفات التي يجب أن يتمتع بها ملوكنا، فقد كان منقطعاً للعبادة في البيت المقدس في إصطخر، متبعاً تعاليم أهورا وقوانين الأوستا. له عقل سليم وخلق كريم ومحب لرعيته، قادر على إعطاء الخير والراحة والأمان والسرور لأبناء شعبه. يدرك أن السلطة فانية، ويعرف أن الناس درجات، ينبه الغافلين ويصدر الأوامر العادلة، كريم شجاع يكافئ المحسن ويعاقب المسيء. لذا فإني أدعوكم، وأنا رستم قائد جيوش الفرس، لمبايعة يزدجرد بن شهريار بن أبراويز أنو شروان. ما كلف الأمر، وسيلاحق فلولهم في الشام واليمن وعمان والبحرين. اللهم كن في عوننا وانصرنا عليهم. آمين. ما أعظمه حين قال: اصبروا وصابروا، سأقاتلهم حتى وإن سالت روحي على راحتي. اللهم انصرنا وإياه. آمين يا رب. أهلاً أهلاً بابن خويلد. أهلاً. أهلاً بك يا مولاي. تفضل اجلس. طلبتني يا ملك العرب؟ بلى، طلبتك لأرى النبي المهزوم. أو يهزم نبي؟
دعنا من هذا يا مولاي. ما الذي دعاك لتزعم أنك نبي؟ عرب الجزيرة. عرب الجزيرة؟ ما لهم عرب الجزيرة؟ بعدما ظهر محمد الهاشمي لم تعد العرب تدين إلا لنبي، فإن قلت لهم إني سلطان أو ملك أو أمير لما تبعني أحد، أما إن قلت لهم إني نبي وأسمعتهم كلاما مسجوعا وأرخصت لهم في الغزو ورفعت عنهم السجود، فالعرب كما تعلم يا مولاي ينفون السجود حتى تهافتوا إلي تهافت الفراش إلى النهر. ومن هذا المتنبي في اليمامة؟ إنه مسيلمة. إنه رجل يدعى مسيلمة بن حبيب الحنفي. أهو نبي هو الآخر؟ لا، إنه رجل أفاق يا مولاي، له جني شيطان يأتيه، وقال عنه محمد مرة إن المسيلمة شيطان ما إن يدعى إلى الخير حتى يردعه عنه. هذا الذي اشتهر بالكذب؟ نعم، وقد نعته النبي محمد بالكذاب فلسق به. أتؤمن بنبوة محمد يا ابن خويلد؟ نعم يا مولاي، أؤمن بنبوة محمد. أمرك عجيب، أمرك عجيب فعلا، لما ادعيت النبوة إذن؟ الطمع بالسلطان. لقد رأينا من محمد أمورا لا تؤتى إلا لنبي مرسل، يأتيه الوحي بالآيات المعجزات فتأتي حقائقها كفلق الصبح. أمركم غريب يا قومنا، بدل أن ترتدوا عن دين محمد ويظهر في كل قبيلة النبي، لما لا تدخلون ديننا المسيحي وتكونون من رعايا الإمبراطور العظيم هرقل؟ والآن ماذا تريد أن تفعل؟ سأعود إلى الحجاز. ماذا؟ تعود إلى الحجاز والسيف ينتظر عنقك؟ سأعود وأتوب وأرجو، أرجو من الله أن يغفر لي. لا أصدق ما أسمع، لا أصدق ما أسمع. صدق يا ملك العرب، صدق. ماذا يا عكرمة؟ عجلت لتفوز برأس مسيلمة وأخذت المسلمين إلى داهية، كيف فعلت ذلك بهم يا عكرمة؟ كيف أخطأت ووجد عليك خليفة رسول الله الصديق أبو بكر؟ ويلي مما فعلت، والله يا عكرمة لا يغسل فعلتك إلا الشهادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هل وصلتكم أخبار الحجاز؟ بلى، لقد خلصت الحجاز لحكم أبي بكر وأصحابه وعادوا إلى ما كانوا عليه. وطليحة بن خويلد هو رجل شديد على ما أعرفه، فر بامرأته إلى الشام، هزمه خالد بن الوليد المخزومي. إنه رجل حرب، لكن لعل ما جرى لعكرمة بن أبي جهل
يردعه عن التعرض لليمامة. ماذا لو أن ألوية أبي بكر انتصرت؟ ينتصرون على كل العرب؟ ولم لا؟ ما كان بيدهم إلا المدينة، وقد أحاط بها العرب حتى ما بينها وبينهم إلا أن يؤذوها، فنهد إليهم بمن في المدينة فهزمهم، وخلصت الحجاز كلها لحكمه. تخوفنا يا مجاعة؟ لا، ولكنني أنبهكم، وهذا نهار الرجال، عاشرهم ويعرفهم فليحدثكم. بلى أعرفهم، وما ينصرهم إلا رغبتهم بالموت فداء لمحمد، وما كنت أظنهم ينتصرون بعده. أف لقريش، قلت لهم لكم نصف الأرض ولنا نصفها، لكنهم أبوا، إنهم قوم يعتدون. لا شك أنهم ما أن ينتهوا من الحجاز حتى تأتينا طلائعهم، فلنستعد لهم. ماذا يطلبون يا نهار من العرب؟ يأتون القبائل فيكبرون ويشهدون، فإن كبروا وشهدوا بالإسلام سألوهم عن الصدقة والزكاة، فإن أدوها وصلوا معهم تركوهم، وإن أبوا أخذوهم على سواء من حد واحد. وماذا يفعلون لمن عذب الباقين على دينهم بالقبائل؟ لا يرحمونهم، يعذبونهم بمثل ما عذبوا، فمن رمى مسلما عن جبل رمي مثله، ومن أحرق بالنار أحرق بها، ومن نكس بالآبار نكسوه بما فعل. إلا اليمامة. أجاءك نبأ من السماء يا نبي الله؟ جاءني أن قريشا قوم يهزمون في اليمامة. ألا ننهد إليهم فنقاتلهم قبل أن يأتونا؟ أمرت أن نقاتلهم هنا فنقتلهم عن آخرهم حتى لا تقوم لهم قائمة. كيف ننصح لك والأخبار تأتيك من السماء؟ طوبى لك يا نهار، صدقتني. اليمامة كلها تصدقك، وسوف نقاتل دونك حتى تنكسر سيوفنا. بورك فيكم، ذلك ما يريده الله منكم. هات أيها الأمير جبلة. قل يا مولاي. البدو يغيرون على أطراف بلاد الشام، وهذا لأمر مستغرب. وما هو المستغرب يا مولاي؟ إنها عادة الأعراب، يجوعون فيغيرون. كانوا يغزون في جماعات هزيلة، يأتون على الإبل، يأخذون غنائمهم ثم يمضون، ولكن بعد أن جاء ذلك الرجل الذي قال إنه نبي، أصبحوا يأتون في جماعات منظمة رغم أنهم من قبائل شتى، وما كانوا يفعلون ذلك من قبل. ولكنه مات، وقد ارتد العرب بعد موته، وكثر المتنبئون، وقد تمردت القبائل على خليفته، وهم بالكاد يأمنون على أنفسهم. وقد فعلوا بعد موت نبيهم، تركوا دينه وارتدوا عنه. بلى، إلا أقلهم. ما كان مؤمن ليرتد عن دين يؤمن به، وإن كان حقا لتملأن خيولهم هذه البلاد. أين بنو يربوع؟ أما يرعوي مالك بن نويرة ويعود إلى رشده؟ اذهب أنت وضرار، أحضرهم إلي مقيدين وعلى رأسهم سيدهم.
ما بك يا مالك؟ أصبح جيش خالد بن الوليد قريبا منا، وماذا ستفعل؟ سأجمع الصدقات وأرسلها إليه الآن؟ ليتك عجلت بها. ها هو وكيع بن مالك أخذها وحقن دماء قومه. سأجمعها بأسرع وقت ممكن. لن تلحق، فات الأوان يا مالك، فات الأوان.